بالنسبة لنا اليوم في تحرك وطني كنا دعينا له منذ آخر هيئة إدارية احتجاجا على مواصلة الانقلاب على ملف التشغيل منذ الحكومات السابقة إلى الحكومة الحالية. أضعف الميزانيات أصبحت ترصد الملف التشغيل، غياب استراتيجية وطنية واضحة، عدم جدية المفاوضات والتفاعل مع مقترحاتنا اللي قدموها لمقاومة المواطن البطالة في تونس، مع ميزانية ضعيفة لسنة 2016 يعني ما فيها كان 12,000 للأمن والعسكر و 2,700 للصحة، يعني وكأنه إشارة، إذا هي إشارة لمقاومة الإرهاب، مقاومة الإرهاب تنطلق من مقاومة الفقر والتهميش والبطالة موازاة مع السياسة الأمنية. اليوم عندنا 90,000 يتحرم من إجراء المناظرات ولا حتى المناظرات الوهمية اللي اعتبرناها، ولكن بتعلة يعني تجاوز السن القانونية، شكون موش ذنبه باش يوصل 40 سنة ويبقى بطال؟ شنو باش نعملوا لهم 90,000 هذوما؟ عندنا يعني وضعيات اجتماعية كارثية اليوم اللي عندهم حتى مستقبل. الشباب مازال معناها مهدد بالاستقطاب نحو بؤر التوتر ونحو الهجرة السرية، لغياب أمل معناها في البلاد هذه، غياب مشاريع، غياب تغيير المنوال الاقتصادي اللي هو سبب في تكديس المعطلين. لابد من منوال اقتصادي قادر على خلق الثروة وخلق مواطن الشغل. الحقيقة نحسوا يمكن البطالة أقرب ناس وأكثر ناس يحسوا الواحد مغدورين بالثورة هذه، معناها لمدة سنة 2011 و2012 وهم يحكيوا أنه الشباب هم قاموا بالثورة والبطالة هم قاموا بالثورة، والشعار المركزي للثورة هو شغل حرية كرامة وطنية وما إلى ذلك، ولكن رينا أنه كأنها مسكنات وكأنه معناها حقيقة عملوا بركاج بالمعنى العامي للكلمة، عملوا بركاج للمعطلين. دونك احنا نشوفوا أنه القرارات معناها خطيرة، كما قانون المصالحة أمس في الأيام ناس معناها كانوا في الوزارات وكانوا في معناها مندوبيات يبيعوا في الكاباس معناها بكذا من آلاف الدينار، بخمسة ملايين وبسبعة ملايين وبعشرة ملايين وبثلاثة ملايين، والحقيقة هذول مازالوا توا فدويين، وبطبيعة الحال ما يسمى بالموظفين وأشبه الموظفين هذا باش يشملهم قانون المصالحة.